طيب نذهب معكم مشاهدينا الكرام لمشاهدة هذا اللقاء اللي جرى أيضا عبد الله العظيمي مع جمال خليفة طبيب المنتخب السعودي. والله بصفة عامة الحمد لله الوضع الصحي مطمن، باستثناء حالة سعود كاريري اللي تعرض إصابة في المباراة الأخيرة، وتقريبا يعني ممكن تاخذ منه كذا يوم، وهو له برنامج خاص وتمارين خاصة الحين. عامة الاختبارات اللي تكلم عليها هي عبارة على تقييم الإمكانية اللاعبين، استرجاع اللياقي. حقيقة تمت هذه الفحوصات صباحا ومعظم اللاعبين في وضع يعني طبيعي. أقف عند سعود، هل ستعيقه عن المباراة الأهم أمام أستراليا أم سيكون جاهز قبلها بفترة؟ والله اتفاقنا مع المدرب أنه ما راح نغامر فيه مباراة الودية اللي هي بكرة، لكن أملنا الكبير أنه بعد يومين ثلاثة حينخرط في التمارين إن شاء الله. لن تعيقه إن شاء الله عن المباراة مع أستراليا. هو متوقف على مدى تواجده يعني مع العلاج والتمارين، لكن عامة احنا متفائلين بالنسبة لحالته. تقريبا سالم اليوم إن شاء الله يكون آخر يوم له تمارين خاصة مع الأخ عبد اللطيف، لكن البرنامج هو أنه بكرة حيخش في التمارين الجماعية إن شاء الله، لأنه في جماعة تمارين الذين لا ما راح يشاركون في المباراة بكرة. يعني جاهز طبيا؟ لا بالنسبة لنا جاهز الحمد لله. والله عموما هو بموجب أنه يلعب برا المملكة العربية السعودية، احنا عندنا اتصال هاتفي مع الجهاز الطبي في نادي العين، واتفاقنا معاهم هو أي صغيرة أي كبيرة يعلمون عليها، وطبعا يعني هو إن شاء الله بإذن الله يعني وصوله يكون بكرة، وإلى الحين ما جانا أي اتصال يدل أنه عنده أي مشكلة معينة. أبو سلطان، تحدث معك عن مباراة منتخبنا السعودي أمام نيوزيلندا الأولمبي، وكذلك أيضا أمام رديف المنتخب الأول، هل تعتقد أنها كافية لخوض مباراة الهامة المباراة المصيرية أمام منتخب الأسترالي الأربعاء القادم؟ طبعا أول حاجة أنا أقول إن شاء الله يكون الربوع القادم لنا مفرح على عكس الأربعاء هذا يا رب بالنسبة للمنتخب الأولمبي. هذه نقطة. النقطة المهمة طبعا هو تأهل المنتخب السعودي بالنسبة للمنتخبات العربية الآسيوية شيء جميل، لأنه قطر العراق الأردن لبنان حيكون يعني في بالانس 5 مقابل 5، لأنه هو العدد 10 بالنسبة للمرحلة الأخيرة، أنه مقاعدنا إحنا 4.5 في آسيا من هذه العشرة، فوجود المنتخب السعودي طبعا محفز للمنطقة العربية بشكل عام. عملية المباريات طبعا هو ريكارد ما عنده غير هذه الحلول اللي أمامه، مع أنه طبعا إحنا ما بدنا نتكلم على الماضي، ولكن احنا عندنا اخطاء ولابد الاتحاد السعودي يعترف باخطائه. انت قلت ريكارد حتجيبه في شهر 2، او المدرب الاجنبي بعد خسارتنا في كاس اسيا رحت جبته في شهر 6، طبعا ما عرف اللعيبه، والدليل اللي شاهد المباراه الاولى امام تايلاند او امام عمان لعب ياسر جناح ايمن، لعب حسن معاذ المباراه اللي بعدها جناح ايمن، فهي وجود المدرب من بدري كان كويس. انا في وجهه نظري الاخ صالح ذكر انه احنا يعني المفروض نتكلم على المنتخب بشكل مهم في هذه المباراة، انه احنا المباراة هذه لازم نفوز. الفيفا خدمنا لانه بيلعب عمان وتايلند الساعة 12:30 الظهر، يعني في وقت المباراة اللي هي بتقام بين استراليا وبين السعودية في استراليا، لانه منطقة بعيدة والكل يعرف، يعني الفيفا كان حازم في هذا الموضوع بالرغم من الاحتجاجات اللي صارت على هذا الموضوع. أشياء كثيرة بتخدمنا، لعيبة كويسين راحوا بدري لعبوا مباريات ودية، منتخب نيوزيلندا تجربة مهمة، بس طبعا حذاري من الإصابات لأنه الاحتكاك قوي مميز. أنا يعني أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم يشتغل على موضوعين، لأنه اللي بدون تخطيط يتحمل النتائج، اللي بيعمل بدون تخطيط. الآن عندك كاس الخليج 2013 وكاس آسيا والخليج 2015 ومباريات ودية دولية وتصفيات القارة في الفترة هذه، المفروض يكون طالما في إدارة منتخبات بقيادة الأخ محمد المسحل لابد يكون عندك برنامج واضح لوضع المنتخب السعودي، سواء الأولمبي اللي هو من 21 ل 23 سنة أو المنتخب الأول. بالنسبة للمنتخب الأول أبو سلطان، أعتقد في مباراة تم تحديدها أمام المنتخب الأرجنتيني. أنا بتكلم على المباريات الودية الدولية بشكل عام بصراحة، لأنه يعني بكل أمانة الكل في الشارع الرياضي السعودي عارف، بيقول لك أنا لو رحت
إيش حسوي في كأس العالم؟ لابد إحنا صراحة كمان نكون مقتنعين بإمكانياتنا. يعني إحنا آخر بطولة حققنا هدفين وجاء في مرمانا تقريبا 8 أهداف، حتى أسبانيا كانت آخر مباراة متأهلة. فلابد أن نؤمن بلغة جميل. الأرقام، نؤمن بوضع منتخبنا، نتائجنا، حتى نعرف لفين نوصل. يعني ما حد يجي يضحك علينا يقول والله حنعمل وحن يجي مدرب ولا يتكلم، لا إحنا عارفين أخطائنا، بس كيف نتعلم من أخطائنا. طيب صالح، يعني هل في مشكلة لو نلعب مباريات ودية أمام فرق عالمية، فرق كبيرة؟ يعني نشاهد الآن منتخب العماني يستعد لمنتخب تايلند في الجولة الأخيرة، في لعب مباراة أمام ويغان الإنجليزي. أقدر الآن أني مثلا أتحدث عن إدارة المنتخب وأوصفها بعدم الخبرة، لا زالت سنة أولى عمل في إدارة المنتخبات، لكن أكون معك صادق، كلها الآن الانتقادات لن تضيف شيء. أمامنا مباراة واحدة يترتب عليها، أنا أكون معك صادق، هي أهم مباراة أنا برأيي الشخصي في تاريخ الكرة السعودية، على اعتبار أنها مباراة مفصلية تماما. الآن في أزمة ثقة في الشارع الرياضي، لابد نتفق أزمة ثقة حقيقية، على اعتبار وجود تراكمات في الإخفاقات الفترة الماضية. خروجنا من هالمرحلة التمهيدية وليست النهائية، ولأول مرة أعتقد أنها ستراكم يعني الإحباط بالنسبة للشارع الرياضي، وتترك يعني فراغ كبير، عدم وجود أي مشاركات يعني رسمية طوال يمكن 6 أو 7 أشهر الفترة المقبلة. طيب، وبالنسبة للمباريات الودية، يعني هل في مشكلة نلعب أمام يعني أندية عالمية؟ طبعًا ولا لابد أن يكون منتخب؟ لا، أنا أتكلم في غير الأيام الفيفا، في غير أيام الفيفا. لا طبعًا ما في مشكلة، على اعتبار أن المنتخب اللبناني الآن يقيم معسكر إعدادي وسيواجه مثلًا فريق النصر في دبي، ففي نوع من الوعي. أنا أحاول الترتيب مع الفريق المتاح، وليس أحرص على اسم الفريق المتاح الذي يحقق لي الإضافة الفنية التي أرجوها من الخوض مباراة الودية. طيب، من شاهد